السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من مراجعة الفصل واحد القوى والمجالات الكهربائية، المسألة 34. بنقرأ المسألة، بنرسم رسم تخطيطي ليسهل علينا الحل. شحنتان نقطيتان تقعان على المحور واي، برسم المحور واي. تقع الشحنة الأولى كيو واحد عند الموضع واي تساوي 6 متر، وتقع الشحنة الثانية كيو 2 عند الموضع واي تساوي سالب 4 متر. أين يمكن أن نضع شحنة ثالثة؟ أن نضع شحنة ثالثة بحيث تكون محصلة القوى المؤثرة عليها صفر. يجب وضع الشحنة الثالثة في نقطة التعادل لتكون محصلة القوى المؤثرة عليها تساوي الصفر. هذه نظري. بما أن الشحنتين من نفس النوع فإن نقطة التعادل تقع على الخط الواصل بينهما وأقرب إلى أقلهما مقدارا، إذن تقع هنا. بنحدد الأبعاد، البعد ما بين الشحنتين عبارة عن 10 متر، إذن المجال اللي بتولده الشحنة الأولى يساوي المجال اللي بتولده الشحنة الثانية بالمقدار، ويتعاكس سان في الاتجاه. فرضت أنا هنا بعد كيو، هذا البعد فرضته دي، فهذا البعد أصبح عبارة عن 10 ناقص دي. هذا بعد كيو واحد عن نقطة التعادل، وهذا بعد كيو 2 عن نقطة التعادل. بنختصر، ثابت كولوم بيختصر مع بعضه البعض. ما حولت لأنه الميكرو كولوم مع الميكرو كولوم حختصر، ما بنحول في حساب نقطة التعادل للسهولة، وفيك تحول عادي. بنعوض بالقيم حتى تخلص من التربيع، حتى تخلص من التربيع بجزر الطرفين، بجزر هذا الطرف وبجزر هذا الطرف. ناتج الجزر بيكون بهذا الشكل. بضرب هنا الوسطين بالطرفين. الثلاثة بنشرها داخل القوس وبرتب المعادلة. هذا الحد سينتقل إلى هنا مع إشارته الموجبة، ومنه دي تساوي 4.3 متر. إذن بعد نقطة التعادل عن الشحنة كيو واحد، وفي أمان الله. إذن سنضع الشحنة الثالثة على بعد 4.3 متر من الشحنة كيو واحد. لا تنسوا اللايك.